شنو هاي ديال برقبتي يعني. اهل زاخو، ها اي اهل زاخو وقفوا وقفه مشرفه. يعني انا بقيت بالمستشفى من شنو اول يوم سوى؟ الحادث. يعني انت من صار الحادث السيارات اللي قامت تجينا للمكان اللي احنا بيه ما تنعد. الاهالي الاهالي اللي جو للمستشفى شنو تحتاجون؟ اللي الدم، اللي الطو، اكل، شرب، يجرون بينا بس تعالوا سبحوا بس تعالوا. يعني النسوان وقفوا وقفه للنسوان، مشرفه، النسوان للنسوان وقفتهم يباطل حلوه، المستشفى وقفتهم ويانا. كلش حلوه. يعني صدق بنت الوطنيه ماكو تفرقه، يعني يقول لك كردي وعربي، ترى هاي مساله مع قديمه. العلم يعني اهل زاخو قليل يحكون عربي، كلش قليل قليل، مو صحيح؟ كلش قليل. بالضبط. بس يعني من يجيك يعني اكو غيره عراقيه، عرضوا غيره علينا عراقيه هي مبالغ هاي الشالحه. طائله. اهل زاخو ترى تجار العلم، صحيح، منطقه حدوديه منفذ، مبالغ طائله. النسوان ما ترضى تروح، ملابس من اجود الانواع، اكل، يعني ما خلونا احنا اللي احنا يعني المندوبين ما كلها فزعت لكم، كلها فزعت. ما كلها تعرف يعني لسه شركات. علاج يكتب الدكتور علاج خارجي، علاج خارجي لان حالاتهم خاصه، البلاتين وغيره هم راح يجيبونه، ما لك دخل انت، احنا نروح نجيبه. يعني بينت غيرتهم.